أنا آسيا ويلكم باك معكم بارك بيشي يونغ بحلقة جديدة لليوم على مود نكسر أم الدنيا. بعرف كلكم بانتظار حصاد الكيبوب، لكن أنا بانتظار الأخبار على مود أضيفها بحصاد الكيبوب ونكسر الدنيا. لكن اليوم جاي لكم بأخبار فريش طازة مع الدفتر أسود. رح أتكلم عن رشوة وكالة بيج هيت إلى ديسباتش على مود ديسباتش ما تفضح فرقة بي تي اس. أوكي تنصدموش هسا تنصدموش. ايضا رح اتكلم عن علاقة امومو مع هيتشول اللي رح تنتهي بالزواج بعام 2022. اويها وارفعي راسك يا مرفوعة الراسي، اويها احنا الذهب والناس لباسي. اكو اخبار هواي بحلقة اليوم. If you're ready, I am. So, set, tool. هنا, go. الله يستر. حلقة اليوم دمار شامل مبينة. بعرف بأنه بعضكم بيكره الدفتر الأسود، لكن مضطرين بصراحة. نبدأ. هل وكالة بيج هيت قامت برشوة ديسباتش لحتى لا تفضح مواعدات فرقة بي تي اس؟ هذا عم بتم تداوله مؤخرا على السوشيال ميديا عنا هون بالوطن العربي بس. اوكي، على مود اريحكم قبل ما اتكلم بالموضوع بشكل مفصل، وكالتي اتواصلوا مع ديسباتش وقالوا لهم بانه هل فعلا يا جماعة للمرة المليون، هل فعلا فرقة بي تي اس او اي شخص من فرقة بي تي اس موجود بقائمة ديسباتش؟ قالوا لنا لا. واو. فقلنا لهم بانه اكو شائعة بانه وكالة بيج هيت دفعت لكم رشوة اكثر من مليون دولار على مود انتو تغطوا على فرقة بي تي اس. ضحكوا وقالوا لا. ليسا في. وجوابهم كان حتى لو كان في مواعدات لفرقة بي تي اس رح يكشفوها. سوف يكشفوها. وسوف يعلنوها إذا أكو مواعدات لفرقة بي تي اس. أي شخص من فرقة بي تي اس يعني مستحيل يسكتوا عن الموضوع، خصوصا بانه ديسباتش معروفة بمصداقيتها. اوكي بعرف انه كلكم بتكرهوها، لكن ديسباتش لما تقول بانه فلان بوعد فلان تنظر الصور والادلة والزلمة ابن الزلمة اللي ينكر هاي المواعدات، صح ولا لا؟ فلذلك من الاخر اللي بدي اخبركم اياه بقائمة ديسباتش لهاي السنة لغاية الان ماكو ولا اسم لفرقة بي تي اس. اطمنوا ارتاحوا. هم يخبرونا لغاية الان ماكو، واذا اكو رح يعلنوا، مش رح يخافوا، مش رح ياخدوا رشوة، لانه الاعلان عن اي خبر عن فرقة بي تي اس بالملايين. ياخدوا رشوة مليون ويخسروا ملايين، هم أغبياء. فطبعا لا، ماكو أي خبر موجود بديسباتش بقائمة ديسباتش عن فرقة بي تي اس للمرة المليون. وبدي أرجع أخبركم أي صرصورة أي صعلوقة تقوم بنشر شائعة بأنه أكو مواعدات موجودة بفرقة ضمن فرقة بي تي اس بقائمة ديسباتش، من وين راح اسحبها؟ يس، من رموشها على مود احولها ضفدع. يس، ليتس جو. هسا من وراء هالشائعات؟ حسابات وهميه، يعني احنا راقبناهم حسابات وهميه. وبدي اخبركم يعني صبايا، ما تستهينوا بالشائعه اللي عم تنشروها عن فرقه بي تي اس، لانه والله لو وكاله بيج هيت حطتكم براسها رح تقاضيكم
وتجيبكم وتدفعكم كفالة. يا صبايا خلاص اهدوا، كافي نشر شائعات عن فرقة بي تي اس، ماكم مواعدات ضمن قائمة ديسباتش لفرقة بي تي اس، كافي. ننتقل للخبر البعدي. بشرفكم اسمعوا هالسؤال، هل جانكوك بيواعد تزويو من فرقة توايس؟ ليه؟ لأنه تم اختيار جانكوك كأوسم وجه لعام 2019، هم بعد تزويو تم اختيارها كأوسم وجه لعام 2019. يعني بناء على هذا الشيء الاثنين بيتواعدوا؟ بليز بليز بصير شوي نشغل الطنجرة اللي هنا. طبعاً لا، طبعاً لا، ماكو. أوكي أنا بعرف بأنه فرقة توايس مؤخراً يعني ما شاء الله كثران المواعدات أنا بعرف يعني، بس يعني لا، ماكو علاقة بين جانكوك وتزويو. That's it، من رموش أسحبوها حولوها إلى ضفدع. That's it. اللي بعده، الخبر اللي بعضكم ما بيعرفه أو يمكن كلكم ما بتعرفوه، بأنه كان اسم مومو من فرقة توايس وهيتشول من فرقة سوبر جونيور ضمن قائمة ديسباتش. وكالاتهم خافوا وعرفوا بأنه الاثنين بتواعدوا، وعرفوا بأنه الاثنين تم التقاط صور لهم من قبل ديسباتش. لحالهم طلعوا وأعلنوا وقالوا بأنه مومو وهيتشول بيواعدوا، صارحين صارحين، لأنه خافوا من وكالة ديسباتش أنه هي تفضح الموضوع هاد وتكبر القصة. باعوا، هي ذكاء منهم بصراحة، بدي أعترف هي ذكاء من الوكالات تطلع وتقول بأنه ياس مومو وهيتشول بتواعدوا. بس بنفس الوقت حركة ذكية، لأنه لو هم ما طلعوا وديسباتش أعلنت الشي هاد رح تكبر المشكلة، رح الكل ما يبارك لهم، رح الكل يكون ضد انه كيف مومو وهيتشول. اوكي بس للعلم بانه فرق العمر بيناتهم 13 سنة، يعني مومو اصغر من هيتشول ب 13 سنة. خلينا اخبركم بالضبط، مومو مواليد 9 نوفمبر عام 1996، يعني عمرها 23 سنة. هيتشول من مواليد 10 جولاي سنة 1983، يعني عمره 36 سنة، يعني فرق العمر بيناتهم 13 سنة. كيف ضبطت ما بعرف، بس حسب ما خبرونا وكالاتهم بأنه كانت علاقتهم صداقة وتحولت بعديها إلى حب. والموضوع اللي رح يلفت انتباهكم بأنه هيتشول قبل فترة مش طويلة، قبل تقريبا كم شهر طلع عند عراف. عراف هو منجم، المهم هو قال له العراف هاد قبل كم شهر بأنه هيتشول رح يواعد فتاة أصغر منه ورح يتجوزها بعام 2022 اللي هي مومو. Yes I know، صبايا شباب جهزوا حالكم، اكو عروس خنف وشهري، فاحنا كلنا مدعوين. اوكي صبايا لازم انتو من هسه تجهزوا الفساتين السهرة، الكوافرية، الميك اب، كل شيء. شباب بدلات، جهزوا البدلات. اوكي بدنا نوقف، بدنا نفرح لهيتشول ومومو. اوكي المهم بدي اخبركم، فهو خبر بانه هاي الفتاة اصغر منه وهم بعد مشهورة. ففجأة نكتشف بأنه هو عم بيواعد مومو بيها كل الصفات اللي قال عنها العراف هاد. يعني بس ضل شغلة واحدة اللي لسه ما تحققت، بأنه بعام 2022 رح يتجوزوا. أو ماي جاد أو ماي جاد، هم بعد هيتشول بقمة سعادته بأنه مرتبط مع مومو، وبقمة سعادته أيضا بأنه هلا رح تصير العلاقة رسمية بيناتهم ورح يطلب إيدها. هسا من بعد خبر مواعدة مومو وهيتشول الكل عم بيسأل نفسه، هل أيضا ليسا من بلاك بينك وبام بام من فرقة جوت 7 رح يواعدوا أيضا؟ ليش؟ لأنه الاثنين أصدقاء، ومومو وهيتشول كانوا أصدقاء وانتهت صداقتهم بحب، بعد الحب جواز، بعد الجواز خلفوا، لسه ما خلفوش. أوكي ستوب.
ستوب ستوب. بتخيل قاعد الطفل اللي رح يطلع ما بين مزيج ما بين مومو وهيتشول. جمال مومو قصف الجبهات من هيتشول. ويت أما نرجع لليسا وبام بام. I don't know بصراحة. بس أنا اللي بعرفه بأنه الشائعة اللي أكبر بأنه ليسا وبارك بيش يونغ مرتبطين. أوكي نتكلم جد نتكلم جد. ليسا وبام بام من أيام الطفولة وهم أصلا أصدقاء. يمكن البعض منكم بيعرف الشيء هذا، البعض ما بيعرف. من أيام الطفولة فعلاقتهم مثل الإخوان. فأنا شخصيا ما أتوقع أنه علاقة الأخوة تنتهي بحب وزيجة، خصوصا بين ليسا وبين بام بام، لأن هم علني أمام الجميع علاقتهم كثير طيبة وحلوة مع بعض، بما أنهم الاثنين من تايلاند، أصول تايلاندية وليسوا كوريين. رح أختم الحلقة بموضوع في. هل في يدخن السجائر؟ جردت أمي بالسؤال هاد. ما يدخن وين الجريمة؟ ما يدخن. لا وبيجي لي سؤال ثاني، هل بي تي اس بيشربوا مشروب كحول يعني؟ أوكي يعني بيسكروا مثلا بيشربوا. هل بي تي اس بفوت الحمام بيشخوا مثلا؟ هاد سؤال بشرفكم، هاد سؤال يعني جاوبوا. ايش في؟ وين المشكلة؟ بس باي ذا واي ما بدخن. والصبية او الجروب اللي نشروا هاي الشائعة هم من فانز فرقة معينة، هدفهم بانهم يدمروا الارميز. كشفناهم وتواصلنا معهم ولغوا حساباتهم وخافوا بعد ما هددناهم. خافوا وكشفناهم. المهم اللي بدي أخبركم إياه، هدفهم هدول الصبايا أو هدول الصراصير بأنهم يخربوا بين الأرميز ويكرهوا الأرميز بفرقة بي تي اس على مود العودة القادمة لفرقة بي تي اس لما يعودوا يكون أصلا الأرميز مش مأزين من فرقة بي تي اس. جانكوك يوعد، في يدخن، جي هوب بسر شماله، وهاد شاذ، وهاد دمروا فرقة بي تي اس قبل ما يعودوا. والمشكلة بأن الارميز بعض من الارميز بسألوني انه مصدقين انتو. طب وين المشكلة؟ دخن، مسك السيجارة. اوكي اذا كان الكلام الصحيح اين المشكلة؟ هاي كانت أخبارنا لليوم حول ما تم وما عم بتم تداوله على السوشيال ميديا. That's it. أنا طلعت اتكلمت بكل مصداقية، اتحققنا من كل شيء عم بقوله. انتوا حرين، حبيتوا تصدقوا كلامي ما حبيتوا تصدقوا كلامي انتوا حرين، بس انتوا عارفين بأنه كلامي هو الصح. أنا مستحيل أطلع وأتكلم بموضوع يعني بمس فرقة، لأني إذا غلطت غلطة صغيرة بالنهاية أنا يوتيوبر، أنا إعلامي، الوكالة سهل جدا ترفع قضية علي إذا كان كلامي غلط. بس هم عارفين أنا كل كلمة بتكلمها في وكالة وراي بتحقق بتخابر بتتصل بتراجع، بنقعد مع بعض بندرس الموضوع كامل. وهي الورقة، بعرفش إذا الخط واضح، هالمواضيع كاملة، الدفتر كامل، كل يوم بيومه، كل موضوع بموضوعه، بيقولوا البشار إيش تتناقش، إيش مواضيعك، الترتيب، منرتب المواضيع بالكامل، بأخذ منهم كل المعلومات، بأخذ المفيد، بعوف المعلومات الغير مفيدة، أكو طراطيش بعوفها. بدي المفيد، بدي الملخص، بدي المهم للفانز مالتي، على مود الفانز ياخذ الموضوع ويغلق الدفتر. مثل ما هسه بس بحلقة اليوم اغلقنا الدفتر، الله يستر ايش في عندنا مواضيع ثانية في الحلقة القادمة.
فطمانو باج هيد ما قدمت رشوة. أما بالنسبة لمومو وهيتشون جهزوا حالكم للعرس بعد سنتين. كان معكم بارك بيشي يونغ. ما تنسوا تنشروا الفيديو، تضغطوا لايك كومنت وشير. I love you so much. بنهاية دبي يو جل كايو. أنا قصير. باي باي. Love you.